كرسي حي كبير الله. في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها لا سيما عبر إقليم الاختصاص، تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية سعيدة من توقيف شخص يبلغ من العمر 50 سنة كان يمارس الشعوذة وطقوس السحر ونبش القبور، حيث تم ضبط مواد وجداول كانت تستعمل لنفس الغرض، بالإضافة إلى حجب مبلغ مالي يقدر ب 76,500 دينار جزائري. أنجز ملف قضائي ضد المشتبه فيه ليقدم أمام السيد وكيل الجمهورية في الساعات القادمة.